المغرب استطاع تنظيم انتخابات في وقتها طبيعة الحال تحت شعار نعتبره شعارا متميزا، المغرب أولا من أجل تناوب جديد في أفق اشتراكي ديمقراطي. ونعتبر بأن هذا الشراع هو الذي كان محركا لحملتنا الانتخابية عبر كل الدوائر الانتخابية. وهذه الانتخابات تم تنظيمها بطبيعة الحال طبقا لمقتضيات الدستور، وهذا يجعل المغرب من البلدان التي تحترم القانون الأسمى لبلادنا ألا وهو الدستور بطبيعة الحال. بطبيعة الحال كما نعلم جميعا هذه الانتخابات تمت في ظرفية إقليمية صعبة جدا، خاصة تصعيد العدوان من طرف جيراننا شرقا السلطات الجزائرية. ونعتبر بأن هذا التصعيد يعطي شرعية أكثر لمواقف المغرب تجاه قضيته الوطنية المقدسة. وكذلك نعتبر بأن ما يقوم به المغرب للمساهمة في حل في معالجة الأزمة الليبية كذلك نعتبره عنصر دبلوماسي أساسي ومهم جدا. فكل هذه العوامل نعتبرها مشجعة وجعلت من المغرب مرجعا في تنظيم الانتخابات، وجعل الانتخابات تمر في ظروف عادية، خاصة أن نسبة المشاركة وصلت منذ مدة مقارنة مع الاستحقاقات الماضية تجاوزت 50%، وهذا شيء لابد من تسجيله. والمواطن المغربي أصبح ناضج ويؤمن بالمؤسسات، وتجديد المؤسسات على مستوى انتخابات بكيفية ديمقراطية يؤشر بأننا في الطريق الصحيح، وأن مغرب المؤسسات غدا سيكون هو المرجع الأساسي لكل هذه الأشياء. بطبيعة الحال كما أكد ذلك الكاتب الأول، نحن مع المشاركة، نحن مع المشاركة، لأننا نعتبر بأن تجربتنا ووفائنا لحلفائنا جعلت من الاتحاد الاشتراكي حزب بناء، حزب مخلص. وبهذه المناسبة لابد من تهنئة مجددا للسيد عزيز خندوش الذي حظي بثقة جلالة الملك، وأكد ذلك بمناسبة أول لقاء تم معه الأسبوع الماضي. وبدون شك أن هذا التوجه ليس توجه اعتباطي من خلال المشاركة ومواصلة المشاركة، لأننا نعتبر أن المغرب سيعيش مرحلة مؤسساتية من ناحية السياسية مهمة جدا، وساهمنا من خلال برنامجنا في جعل النموذج التنموي الجديد مرجع بالنسبة لكل المغاربة. ونامل أن مشاركتنا ستتوج بما يجب أن تتوج به، خاصة أن تجربتنا في هذا المجال تجربة شكلت وساهمنا في ما أسميه شخصيا بالقطيعة مع تجربة معينة. والقطيعة مع تجربة معينة ساهمنا فيها بقوة، وساهمنا فيها من خلال كل مؤسساتنا وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. سنستمع إلى السيد رئيس الحكومة المعين، ومن خلال العرض الذي سيقدمه سنناقش كل جوانب بكيفية منفتحة على كل العروض. المؤشرات بيد رئيس الحكومة.